من عمان ينضم إلينا المحلل السياسي اليمني عبد الناصر المودع. أهلا بك يا سيد المودع. ويعني منذ شهور وجماعة الحوثي المدعومة من إيران تحاول بسط سيطرتها على مأرب، ما مدى الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة، وهل هي بحجم الاستماتة التي يبديها الحوثيون لبسط نفوذهم عليها؟ مساء الخير. مأرب تمثل أهمية استراتيجية كبيرة لكل الأطراف، الحكومة المعترف بها وكذلك الحوثيون. الحوثيون من جانبهم تعتبر مأرب هي مصدر الخطر الرئيسي لهم، هي لا تبعد إلا بحدود 130 كيلومتر من العاصمة صنعاء، وبالتالي الحوثي يريد أن يتخلص من هذا الخطر الرئيسي، لأن في مأرب تتمركز كل القوات الرئيسية التي تقاتل الحوثي، وهذه القوات لو أريد لها أن تتحول من خانة الدفاع إلى خانة الهجوم ستتحول، وبذلك ستكون خطر على الحوثيين. إضافة إلى ذلك، مأرب فيها النفط والغاز وهو الثروة التي يحتاجها الحوثي، ومن ثم الحوثي يسعى بكل ما لديه من قوة منذ حوالي أكثر من عام، وهو يحاول أن يسيطر على مأرب، هاجمها من أكثر من جهة. في الوقت الحالي الهجوم أخذ من جنوب مأرب، تعتبر نقطة الهجوم بعيدة عن مدينة مأرب قياسا بهجماته السابقة التي كانت قريبة من مأرب وتحديدا من منطقة صرواح. نعم، مأرب أيضا هي آخر المدن التي تحتفظ بها الحكومة في شمال البلاد بعد 6 سنوات من القتال، أيضا فضلا عن وجودها على الطريق لحقول نفطية مهمة تحيط بها. ماذا يعني هذا على الأرض بالنسبة للحوثيين وللتحالف بقيادة السعودية أيضا؟ هل السعودية من جانبها لو استطاع الحوثيون أن يسيطروا على مأرب يكونوا بذلك قد حسموا الجولة الحالية للحرب لصالحهم ومن ثم لصالح إيران. إضافة إلى ذلك، المأرب كما ذكرت هي منطقة نفطية وهي المنطقة الأساسية التي الآن تقاتل الحوثيين، وبالتالي المأرب هي منطقة مهمة جدا. صحيح أنها آخر المدن الرئيسية التي لم يسيطر عليها الحوثيون حتى الآن في المناطق الشمالية، لكنها هي منطقة قريبة من صنعاء، ومن الممكن في حال غيرت السعودية استراتيجيتها أن تتحول إلى قوة دافعة باتجاه صنعاء. لهذا السبب الحوثي يريد أن يتخلص من مأرب ومن خطر مأرب، وهو الأمر الذي دفع به إلى أن يكثف هجماته رغم الخسائر الكبيرة التي أمني بها. وحتى الآن لا زالت مدينة مأرب بعيدة عن التهديد الفعلي. هناك عامل مهم وهو أن مأرب تقع في منطقة سهلية بعيدة عن الجبال. الحوثي يجيد مقاتلوه الحرب في المناطق الجبلية، أما في المناطق السهلية يواجهون صعوبة، خاصة وأن الطيران يستهدفهم بسهولة في المناطق السهلية. لهذا لم يستطيع الحوثيون أن يقتربوا من مأرب بسبب، أحد الأسباب هو العامل الطبوغرافيا الذي يجعل مأرب صعبة على الحوثيين حتى الآن. نعم، إنسانيا مأرب اليوم تعد من أهم الملاجئ للعديد من اليمنيين المدنيين المشردين، مما يثير اليوم مخاوف من وقوع كارثة إنسانية أخرى إذا ما اشتعلت عمليات القتال فيها. هذه واحدة من الآثار السيئة للحرب في اليمن، وهي معاناة المدنيين. كما ذكرت، مأرب هي منطقة نزوح. مأرب قبل الحرب لم يكن يتعدى سكانها 200,000، في الوقت الحالي هناك تقديرات تتحدث عن أن في مأرب أكثر من 2 مليون شخص، وبالتالي هؤلاء أتوا نازحين من مناطق أخرى. في حال أصبحت المعارك على أبواب مدينة مأرب، ففي هذه الحالة هناك ملايين سيتضرروا، ملايين ربما يضطروا للنزوح من جديد إلى مناطق أخرى، وبالتالي هناك كارثة إنسانية إلى جانب
الخسائر البشرية للمقاتلين والخسائر المدنية المادية التي يتكبدها الطرفان. نعم، شكرا جزيلا لك المحلل السياسي اليمني عبد الناصر المودع، تحدثت إلينا من عمان عبر الهاتف.